اهلا بكم اعزائي مشاهدي متابعي المصري في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير. معكم علي اسماعيل من محافظه الالوبيه وتغطيه جديده من خلال موقع هذا اليوم. زي ما احنا شايفين الحاجه ماجده يعني من الستات المصريه الاصيله المكافحه اللي بتشتغل واقفه على رجليها من الفجريه للمغربيه اللي بعد الساعه 12 بالليل كمان، رغم كبر سنها الا انها تفضل انها تشتغل وتاكل في الحلال، واقفه في مهنه صعبه ودقيقه وتشتغل وتحتاج مهاره. ازيك يا حاجه ماجده؟ شلنا، تسلم. عامله ايه؟ الحمد لله. عرفي بقى كده المشاهدين عليكي. اسم حضرتك ايه بالكامل؟ ماجده فاروق صادق. عندك كام سنه يا حاجه؟ عندي 60. عندك 60 سنه، ربنا يديك الصحه. مولود 64. ربنا يديك الصحه يا رب. قولي لي بقى، انت بقالك كام سنه شغاله في المهنه دي؟ بقالي 3 سنين ونص من بعد وفاه جوزي. يعني هو المحل بتاع جوزك؟ اه. وحضرتك ما يعني بعد الوفاه من 3 سنين ونص؟ اه. بعد الوفاه على طول انا نزلت المحل. تمام. قولي لي بقى يا حاجه ماجده، انت يعني كنت بتعرفي تشتغلي الشغلانه ديت؟ انا من وانا عندي 10 سنين بحب اصلح. شوف انا من صغري يعني وانا عندي 10 سنين انا احب اصلح الحاجه، كانت الحاجه عندنا بتخرب في قلب البيت، بفرح اول لما حاجه تبوظ عشان اصلحها. عشان اصلحها وافتحها وافضل احاول فيها لحد ما ربنا يوفقني. و يعني فيشه بتاعت الغساله مثلا، فيشه بتاعت التلفزيون، تسجيل، الحاجات بتاع زمان دي. كانش في حاجه قدامك؟ لا، كنت بعملها والله، وكان ربنا بيوفقني. وكانت امي بتسيبني كده يعني، هي فرحانه ان انا بحب ان اشتغل في الحاجه دي. وكان ابويا برضو شغال في مهنه المفاتيح. ابويا كنت اخد العده بتاعته واقعد طول ما انا قاعده كده، اقعد اصلح اخبط الحاجه يعني كده. تمام. بس انت ما كنتيش بتتقني المهنه ديت لغايه بعد وفاه جوزك. نزلتي بقى وقفتي في المحل. نزلت وقفت في المحل وبقيت اعرف المجرة الكمبيوتر والمجرة بتاعت اللي هي المفاتيح العاديه والمفاتيح بتاعت الشقق والمفاتيح الكمبيوتر والمفاتيح بتاعت الافال والعربيات. هي بحرها غويط بس عايزه الفكر وعايزه طوله البال وعايزه الصبر. تعبتي على ما اتعلمت المهنه دي في الاول؟ انت تعبتي؟ تعبت عشان خاطر بس كنت يعني الحاجه اللي ما كنتش بعرف اعملها كنت بروح اعملها عند سعيد اخويا في محل تاني. في محل تاني. تمام. يقول لي اشتغلي وخدي انت الفلوس، هاتي الحاجه اللي صعبه عليكي هاتي وانا اعملها لك. واللي كان بيشجعني على كده الاستاذ
محمد الفار اللي جنبنا اللي جنب جارك هنا في المحل. جارنا هنا بتاع الكهرباء. تمام. قال لك اتعلميها. قال لي اتعلميها يا ام محمد عشان مش هتفضلي رايحه جايه وهتتعبي. ما شط عليك المحل التاني بعيد. لما بعدي البر التاني اللمه التانيه بعيد برضه عايزه توك توك على الاقل يعني وانا ماشي. تمام اتعلمتيها بقى؟ بقى هو يعلمني شويه، اخويا علمني شويه، وابني علمني شويه، لحد ما ربنا يسر الامور وبقيت اعرفها كلها. واتفوقت عليهم. انت بقيتي متفوق عليهم يعني، انت حتى يعني ما شاء الله بتعملي مفاتيح بس ولا وكمان بتصلحي الكوالين؟ وبصلح الكوالين يعني. كل الكوالين دي انا مصلحاها. كل الكوالين اللي متعلقه دي القلوب ديت بتاعت ناس بايظه، كانت بايظه وباعوها لي يعني، اشتريتها بشتريها منهم، هي هم مش عايزينها بايظه ومش عايزينها. المفاتيح بتاعتهم ضايعه. طبعا هتترمي. بيجوا ليا بيبقوا ليا وانا بعمل لهم مفاتيح، بعمل لهم مفاتيح تاني واعلقها، بطلع عليهم مفاتيح واسيبها واعلق. بيجي السجون اصلا ايه بيستغل اللي هي الجديد، الجديد غالي، بياخد الرخيص بقى اللي هو المستعمل. تمام. انت عندك اولاد قد ايه يا حاجه؟ عندي 5 اولاد ما شاء الله. 4 بنات ما شاء الله. 4 بنات وولد. يعني سنهم قد ايه وشغالين فين؟ 3 بنات متجوزين ومعاهم بسم الله ما شاء الله كلهم تعليم عالي. يعني عندي مروه معاها بكالوريوس تربيه قسم علم نفس، ومعايا منى عندها برضه معاها بكالوريوس تربيه برضه قسم فلسفه، ومعايا مها داخله كليه تجاره خلصت التجاره برضه متجوزه ومخلفه، ومعايا بنت عندها 20 سنه بتدرس برضه في الكليه بتاعت اللي هي بتاعت اللي اللهم صل عندها بالتمريض. التمريض. ومعايا محمد معاه دبلوم صنايع قسم اللي هو التبريد والتكييف بس بيشتغل معايا. احنا فخورين بيكي زي ما ولادك فخورين بيكي بالظبط. يعني احنا جينا لك من اخر الدنيا، الناس هنا كلها في شبين بتشكر فيكي وقالوا لنا ان انت ست بمليون راجل. انت نموذج للست المصريه الاصيله اللي بتاكل بالحلال بعد وفاه جوزك الله يرحمه. فضلت ان انت تسيبي المحل مفتوح. وقولي لنا بقى انت طورت فيه كمان. طورت فيه. جبت حاجات ما كانتش موجوده. ما كانتش هو جايبها. جبتها بقى وجبت خراطيم وجبت بتاع الكوريك الغراز والفاس والكوريك العادي، وجبت بتاع ده اللي هو المسامير، وجبت بقى كل الانواع اللي حضرتك شايفها دي كلها. دي يعني كلها حاجات مطلوبه كمان بالاضافه للجوجل. عدد. عدد بقى عده للتوك توك، عده للعربيات، شواكيش، كماشات، عده للمثل اللهم صل على النبي للبتاع ده الكهرباء، عده لل ده ما كانش موجود ايام جوز حضرتك الله يرحمه. لا كان فيه بس هو ما كانش مغير شكل المحل كده. انا غيرت شكل المحل. طورتي بقى طورت عشان يتناسب مع السوق وبيتعلق الحاجه بقى اللي الزبون بقى ايه اللي يقول لي هي دي، اقول له مثلا اروح منزلها. واسطوانات للتقطيع والحديد واسطوانات اللي هي الجلف. يومك بيبدا انت يعني بتيجي تنزل الشغل انت؟ بنزل بقى بقوم من النوم الصبح يعني باجي هنا الساعه 9 9 ونص 10 كده يعني. بتروحي امتى؟ وبروح الساعة 6 6 المغرب. 6 المغرب. يجي بعد ابنك ما يجي بيستلم منك؟ هو بيقعد معاه هنا لحد الساعة 12 بالليل. محمد. تمام. ما يعني مفيش ما يعني ومعروف برضه ومحبوب عامل زي انا كده. لا انت اكتر. لا 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 الناس كلها بتحبك انت من الاخر يعني. الناس كلها يعني احنا جايلك من اخر الدنيا على حب الناس ليكي وشكرهم فيكي يعني. حتى شغلك كمان ما فيش فيه اخطاء يعني. حتى الناس بتشكر في شغلك ان ما بيطلعش في ناس بتطلع ساعات المفاتيح بايظه، الكوالين بايظه، انت ما فيش عندك غلطه بتطلع. تفوقت على اللي علموكي كمان عشان خاطر انا بسمى بالرحمن الاول. اما بذكر الله تطمئن القلوب. لما تمسك الحاجه وتسبب الرحمه تقول بسم الله توكلت على الله ربنا بيفتحها في وشك. عشان خاطر انت بتقول يا رب. ما انت بتقول يا رب بتسعى. ربنا يهديك على حق سعيك، على قد سعيك هيديك. انت رغم سنك 60 سنه يعني الا انك بتفضلي ما تقعديش في البيت. لا ابدا ابدا. لا ما اقعدش في البيت. اقعد في البيت ليه؟ انا ولا معايا تايل ولا عيب ولا تايل، عيال صغيره ولا حاجه. ولادي كلهم كبار، الثلاث بنات اتجوزوا ومعاش غير هو الواد في بيته كبار برضه. محمد عنده 29 سنه ومنى عنده 20 سنه. وعندي من الاحفاد 8 احفاد ما شاء الله. 8 ما شاء الله. معايا 8 ما شاء الله. ربنا يخليهم لك يا رب ويبارك فيهم. ما يعني قولي لي بقى اصعب حاجه قابلتك
في المهنه ديت يعني. في ناس بس تقول لك لا انا مش هينفع ده انت واحده ست ممكن تبوظي الشغل الكلام ده. قابلتك الحاجات دي؟ لا والله هم ناس طيبين جدا وبيتعاطفوا معايا ويعني هم ما كانوش بيصدقوا يقولوا معقوله ان في واحده ست هتعمل مفاتيح. قلت له طب جرب يا عم جرب يا جايب الترومبه معايا بقى ولا حاجه واعمل له مفاتيح بسم الله ما شاء الله بينبهر بيفرحوا مثلا معاهم قالون بعمله بتاع كده زي في ممكن تطلع شغل بره يعني شغل في البيت مثلا قالون في البيت مش عايز يفتح حاجه لا ابني بصعب عليا ان انا اطلع تمام ما ينفعش ان اطلع كده ابني اللي بيروح في ساعات البيوت بتبقى الباب مقفول وما فيش ايه ما فيش مفتاح يفتحوا بيه والمفاتيح ضايعه ولا حاجه ببعت ابني معايا تمام بيفتح الباب. اكتر حاجه بقى صعوبه قابلتك وقدرتي تتغلبي عليها؟ اكتر حاجه كانت صعبه قابلتك وقدرتي تتغلبي عليها وتقفي ضد يعني لغايه ما وقفتي على رجلك؟ هي الصلعه. الصلعه يعني صممت فعلا ان انا اعملها لدرجه يعني هقول لك ايه يعني بتيجي علي ايام انا يعني ببقى مخلوعه بالعياط عايزه اعيط عشان خاطر اتقنها. انا عايزه اتقنها عشان خاطر اكل فيها عيش. ما تتصورش قد ايه بفرح قوي لما الزبون بياخد مني المفتاح ولا بياخد مني اي حاجه ويطلع لي فيها باب رزق. ببقى فرحانه وسعيده جدا 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 وملهوفه قوي بالذات على منى بنتي عشان هي اللي قاعده معايا في البيت. اروح يا منى اقول لها يا منى شوفي يا منى صلحت قفل يا منى صلحت كالون قلت له برافو عليك يا ماما. الا بقى لما اعمل مفتاح عربيه يبقى يوم عيد. العربيات صعب. العربيات صعب في عربيات صعب جدا. بيبقى بفرح جدا 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 اول ما عملت مفتاح عربيه. والله ما شاء الله. قول لنا بقى المفاتيح عندك انواع وخامات بتختلف طبعا كل خامه بسعرها. كل خامه بتختلف. بيجيلك الزبون بقى يقول لك انا عايز الخامه ديت انا عايز الخامه ديت وانت بتخيريه ولا هو بيقول لك اعملي فانت تاخدي الخامه وتعمليها زي ما انت عايزه؟ لا يعني العربيات لها يعني ميجر كتير. المجر دي بتبقى من هنا كده. مجر يعني هنا كده. تمام. بتبقى في مجر لما مؤاخذة في الكلمة في مجر بتبقى شمال وفي مجر بتبقى يمين. في مجر بتبقى يعني شمال تبقى لفوق يمين تبقى لتحت كده يعني. تبص تلاقي مثلا ايه بيختار مثلا الكمبيوتر. الكمبيوتر مثلا بأنواعه برضه. في مجر اللي هي الأهرام. يعني بص حضرتك ديت ازاي دي؟ بص حضرتك دي مجرى ودي مجرى. كل دي خبره انت اكتسبتيها. اكتسبتها. وكنت ساعات بتلخبط بقى ما بين المؤاخذه في الشمال واليمين. المجرى بتاعت الشمال واليمين. ليه؟ من سرعتي انا بتسرعه عايزه اعرف دغري. عايزه افهم دغري عندي انا عايزه تنجزي مع الزبون فممكن تغلط. اغلط اروح بقى عامله المجرى دي بدل دي. افتح احطها جوه القلب الكالو كده ما ينفعش ما تدخلش ما تنفعش ولا تلف معايا ولا تعقدي بقى وتزعلي. لا لا والله اروح احطها كده على جنب واسمى بالرحمن وافكر كده وبص واروح جايباها دلوقتي بقى وانت مغمضه بتجيبها دلوقتي بقى خلاص بقى. مفيش يعني مش ده مشقه عليكي؟ لا انا 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 بحب المجهود بحب التعب. لو قعدت اتعب لو قعدت وارتحت اعيا. احب اشتغل احب اجري. يعني بقى عندي شنطه كده كبيره اللي هي الهاند باك الكبيره السوداء دي بروح املاها بضاعه من العتبه. انت كمان بتنزلي تتبضع؟ انا بنزل اجيب البضاعه بنزل بقى فوق يعني في سلالم وانا راكبه المترو في سلالم بتنزلها لما وتطلع على الرواعي كده مطلع على العتبه. أيه. يعني ما مش الكنترول دي اللي مش متحرك. مش متحرك تطلع على رجلك. بطلع على رجلي وانزل على رجلي بس ربنا بيرزقني بقى باولاد الحلال بياخدوا مني الشنطه يودوها لي لحد المكان اللي فيه التساكر. ده محبه ربنا ليكي. يعني بيحب اللي ربنا بيحبه بيحب في خلقه. والله بقول لك كده وبياخدوها برضه مني من المكان ده ينزلها بالسلم اللي هو المتحرك ده بينزلها بياخدها مني. احنا زي ما قلت لك قبل كده احنا فخورين بيكي واولادك كلها برضه فخورين بيكي وشيبين كلها فخوره بيكي. يعني احنا جايين لك على السمعه الطيبه وعلى محبه الناس ليكي. يا رب. ما قالوكيش بقى اقعدي يا ماما انت كبرتي في السن اقعدي بقى في البيت احنا نصرف. لا والله هم عارفين ان انا غبيه شقه. عارفين لو انت قعدت هتتعبي. هم عارفين ان انا غبيه شقه اخرج لازم اخرج. جوزي بقى هحط ايدي على خدي واقعد في البيت.
هينفع مش هينفع. يعني بعد وفاة زوجك الله يرحمه انت حسيتي ان انت بقيتي لوحدك في الدنيا؟ ما بقاش ليكي ضهر. ايوه. فكان بقيتي انت الضهر والسند. والله. لاولادي والناس بعدت عني. يعني ناس يعني كان قريب، في ناس كانت قريبه مني جدا جدا جدا، قريبين مننا ومن جوزي. بعدوا عننا. بدون ذكر اسماء بقى. بدون ذكر اسماء، ودول اكيد اصحاب مصالح وربنا بينقيكي منهم. يعني دول يعتمد عليهم. يعني كانوا في قلوبنا قوي 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 انا وجوزي. مرة واحدة كده بعدوا عننا خالص. هما بعدوا عنك بس حبب ربنا، حبب فيكي خلق ربنا كله. برضه جالي محنة برضه كده بعد وفاة جوزي بكام شهر كده، وربنا نجاني منها برضه. ربنا نجاني منها برضه. يعني احتجت لهم ورحت لهم وقلت لهم أنا محتاجاكم. أنا محتاجاكم. ثلاث بيبان اتقفلوا في وشي. إلا باب ربنا سبحانه وتعالى. الله. ما بيتقفلش. مفتوح لك لكل الناس كلها. نفسك في ايه؟ نفسي اعمل عمره. نفسي اعمل عمره قوي. نفسي اعمل عمره قوي. ان شاء الله ربنا يكتبها لك. ربنا سبحانه وتعالى ينولها لي. باذن الله ربنا يكتبها لك. انت يعني تقولي ايه للست المصريه النهارده؟ انت نموذج مشرف لكل مصر. انت انا بفتخر ان انت تكوني والدتي. انا شخصيا بفتخر ان اكون والدتي، وحضرتك فخر لكل الناس كلها بامانه. يعني انت فخر لكل المصريين. انت نموذج للست المراه المصريه المحترمه اللي ب 100 راجل. ربي يخليك. اللي يعني عندها ايمان قوي في ربنا، ويعني اتكالك على ربنا هو دايما اللي سندك في الدنيا باذن الله. تقولي بقى كل ست مصريه النهارده، الست اللي بتتكاسل تقول لك لا انا ست ما بشتغلش، دي مهن صعبه، دي مهن شاقه، انا ما بشتغلهاش، قول لهم ايه؟ لا تشتغل وتخرج تشتغل. حتى اللي هو مش يعني يعني في ناس كتير مش معقوله كل الناس هيشتغل في المفاتيح. حتى بص تلاقي تشتري خضار وتبيعه. مش عيب. بس عشان ما تمدش ايدها ولا ما تمدش ايدها لحد، ولا عيب ولا حرام. تقعد في اي حته كده ان شاء الله تكون حتى قدام بيتها. قدام باب بيتها وربنا برضه هيرزقها. طول ما انت بتقول توكلت واعتمدت عليك يا رب وانت خارج من البيت ربنا هيرزقها. وطول ما انت بتصلي على النبي كتير ربنا هيرزقها. عليه الصلاه والسلام. وربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ اما بذكر الله تطمئن ايه؟ القلوب. اما بذكر الله تطمئن القلوب. ولازم تكون قلبك مطمر كده وعند ظن ربنا سبحانه وتعالى بيه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ انا عندي ظن ايه؟ عبدي بيا. اتوقع مني الخير هديله خير، اتوقع شر هديله شر. انا بتوقع من ربنا خير. ان شاء الله. وباذن الله خير، باذن الله خير، باذن الله. احنا سعداء بيكي والله يا حاجه مجده، يعني ربنا يديك الصحه يا رب. زي ما احنا بس ربنا يرزقنا بالعمره. وهاكد تاني ان شاء الله، ان شاء الله امنيتك باذن الله تتحقق انك تزوري بيت ربنا. وده يعني بعد مجهود وتعب سنين، والنهارده واقفه على رجليكي ما بتمديش ايدك لحد. ابواب كتيره اتقفلت قدامك، لك ربنا فتح لك باب السماء ومحبه الخلق فيكي ومحبه الناس ليكي. الحمد لله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين ومشاهدي مصر اليوم. تابعنا معاكم، شفنا الحاجه ماجده شغاله في مهنه شقه، مهنه الرجاله، تفوقت عليها كمان وطورت من المحل، واصبح النهارده لها اسم وصيت في قلب شبين القناطر. الناس كلها بتحبها، الناس كلها بتجيلها، بقت كسبت ثقه الكل، نفسها في عمره، وان شاء الله ربنا يكتبها لك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين مشاهدي مصر اليوم. كان معاكم علي اسماعيل من محافظه القليوبيه.